لماذا جعل الله سبحانه وتعالى البسملة آية من آياته إلا في سورة براءة ولم يجعل الاستعاذة آية من آياته؟ طبعا هذه حكمة الله عز وجل، الله عز وجل يقضي بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واقتضت حكمته أن تكون البسملة آية وألا تكون الاستعاذة آية. فإن هذا السؤال سيجر أسئلة، لماذا لم يكن كذا آية، لماذا لم يكن كذا آية، ولن تتوقف الأسئلة، وإنما نقول هذه لحكمة اقتضت حكمة الله عز وجل ذلك.